حزمة التغييرات، الحزمة الإصلاحية التي أطلقها السيد رئيس الوزراء، وتقريبا من عمل إلى فعل إن شاء الله، والمعرقلات التي عدم تنفيذ الحزمة سنناقشها كاملة مع السيد وزير الزراعة مشكورا، وإن شاء الله ستكون هذه الحزمة منفذة خلال أسبوع 10 أيام على أرض الواقع، والغرض من عدها حل جميع الإشكاليات التي حدثت في المحافظة سابقا وحاليا، وإيجاد فرص العمل للأهالي الديوانية، وكذلك أيضا توزيع الأراضي ما يخص توزيع الأراضي للناس الذين هم بحاجة إليها من العاطلين على العمل، وكذلك الذين لم يجدوا مأوى والذين لا يملكون دارا أو قطعة أرض.